أكد رئيس مجلس الوزراء على الأولوية التي تمنحها الدولة لدعم مشروعات المدارس الفنية وكذلك الجامعات التكنولوجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك أحمد السويدي لمتابعة موقف مشروعات الشركة في مجال النهوض بمجالي التعليم الفني والتكنولوجي. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن أن يكون لمصر ميزة نسبية بتصدير خريجي هذا القطاع للخارج، مؤكدا في الوقت نفسه تقديم الدعم الكامل من الحكومة للتوسع في المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية، عارضا تخصيص أي أرض تحتاجها هذه المدرسة على مستوى الجمهورية. وعلى جانب آخر، اطمأن رئيس الوزراء على موقف مشروع سد جوليوس نيانيري بدولة تنزانيا والتي يتم تنفيذه من خلال التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لهذا المشروع المهم.